خير؟ ايه اخبارك يا ابني؟ الحمد لله. قولي لي، في حاجه؟ في مشكله صغيره حصلت مع محمد في الاكل. ايه هي المشكله؟ حصل خلاف ما بينه وما بين احد المماليك، فامر الرجال ان هم يجوا يعزموه لمده يومين. النهارده الصبح طاف. طول عمر محمد الألفي من ساعة ما اشتريته من سليم بيك الغزاوي وهو عصبي ما بيعرفش يتحكم في أعصابه. والله لما فيه بره القاهرة عشان يعرف يتحكم في أعصابه. خلاص امشي. يلا. معلش يا سيدي، ممكن أسألك سؤال؟ اسألي. هو إيه قصة محمد بيك الألفي؟ محمد بيك الألفي جه مصر كان ملك أحمد جاويش. أحمد جاويش كان واحد من المماليك بس كان عصبي شوية. اشتراه منه سليم بيك الغزاوي. بعد كده سليم بيك الغزاوي عرضه عليا وانا اشتريته ب1000 قردان، عشان كده بقى اسمه محمد الالفي. بس انا مش هسيبه، لازم انفيه بره القاهره عشان اخليه قلل من اعصابيته. اتفضلي. اتفضل. ازيك يا مراتي؟ انا الحمد لله، انت عامل ايه يا محمد؟ كله تمام. ليه العسل؟ الله يسلمك، والله ايام الناس كانت صعبه قوي والله. يا رب تكون اتعلمت من اخطائك. انا عارف ان انا فيها عيب مع صديقي زي ما شفت، بس هعمل ايه؟ تصدق ان الايام اللي فاتت دي غيرت كتير. كويس ان انت عارف الكلام ده. كنت عايز اقول لك موضوع مهم. اتفضل. عايزك تتولى حكم مدينه الشرقيه. بس مدينه الشرقيه معروفه ان هي اكتر مدينه ما فيهاش امان، واللصوص فيها كتير جدا يا ابو ربي. علشان كده انا اخترت كده. عصبيتك وقسوتك هتفيدونا قدام اللصوص دول. احاول اكون قد المسؤوليه دي يا مراتي. تمرني باي حاجه تانيه؟ اتفضل. شكرا. اتفضلي. لك جاهز يا مولاي. ماشي جاهز. بقول لك بس انا اتفضل يا مولاي. الناس اللي في الشرقيه بيتكلموا بيقولوا ايه من ساعه ما نزلت البحر؟ الفرق في المدينه واضح يا مولاي. الناس كلها في الشرقيه بتقول لك على مهل انت عايش. أنا مبسوط إن أنا قدرت أعمل ده، إن أنا أحبس اللصوص اللي كانوا موجودين أهل الشرقية. كان نفسي من زمان إن أنا أطلع عصبيتي وأسودي دي في المكان الصح، وأخيرا جت الفرصة. ربنا يبارك لك يا مولاي ويطول في عمرك. روح يا مولاي. ادخل. اتفضل. ازيك يا محمد بيه؟ ازيك يا محمد بيه؟ اتفضل. عملت ايه في موضوع زينب خاتون اللي كلمتك عنه؟ انا اتكلمت فعلا مع زينب وهي وافقت على الجواز منك. بجد؟ مستحيل كانت ترفض حد زيك، بس انا كان عندي ليك طلب صغير. اتفضل. حمزه بيه، زينب من اكفى واذكى الناس اللي موجودين عندي في مصر. هي كانت جاريه، بس ده ما يمنعش ان طموحها وقوة تفكيرها وتخطيطها ابهروني دايما. علشان كده لما انت جيت كلمتني في الموضوع انا كنت عارف انك هتكون زوج صالح ليها وهي تكون زوجه صالحه ليك. بعد اذنك عايزك تخلي بالك منها. زينب خاتون من احسن الناس اللي دخلوا قصر محمد بيك الألفي. انا وعدك ان انا هشارك عنها. شكرا. الله، ايه البيت الجميل ده؟ يعني بجد عجبك؟ قوي. هتجيبه لي؟ مش هجيبه لك من شقراء هانم حفيده حسن قراوي. انا بجد حياتي بقت حلوه قوي من ساعه ما اتجوزتك يا حمدي. جبت لي البيت الحلو ده وكمان اسمي بقى زينب خاتون، يعني يدل على المراه الشريفه. شكرا بجد. شكرا. العفو يا زينب.
وبعد جواز زينب خاتون من الشريف حمزة الخربوطلي، وبعد ما محمد بك الألفي بقى هو حاكم مدينة الشرقية، نابليون والحملة الفرنسية قرروا الهجوم على مصر. وده كان ترتيب الأحداث وموقف محمد بك الألفي وزينب خاتون من الحملة الفرنسية. والله مش هاهدى، مش هقدر اهدى لحد ما الكلاب دول يطردوا بره البلد، ولا هيجيلي نوم ولا هنام ولا مرتاح غير لما يطردوا بره البلد. واحنا في ايه بايدينا نعمله؟ طيب يا حبيبتي البيت اللي احنا عايشين فيه ده يبقى مأوى ومخبأ ومدفن لكل واحد مصري يقعد ضد الحملة الفرنسية. ادخل. تفضل. مالك مريح؟ حالك مش عارفه. خليك شايف اللي بيحصل في البلد. الحملة الفرنسية بقيادة نابليون هجمت علينا، وعلشان انا كنت موجود وقتها في الشرقية قرر نابليون ان هو يستغل الفرصة، وقاعد دلوقتي في القصر بتاعي. ومش بس كده، لا، مراد بيك اللي اشتراني من اول ما وصلت هنا، وعدى علينا سنين كتيره واحنا مع بعض، قرر انه يبيع وانه يتفق مع نابليون على انه يحكم الصعيد في مقابل انه مش هيعترض خالص على وجود الفرنسيين هنا في مصر. مش عارف ازاي البلد دي وصلت لكده. يا رب. بحاول ان انا اتصل ببعض القيادات في الجيش الانجليزي وخليهم يتدخلوا. انا عارف ان ده مش انسب حل، وان ده في النهايه تدخل برضه، بس انا قدامي دلوقتي هدف واحد بس، ان انا اطرد الفرنسيين من بره مصر، واوصل للهدف ده ايا كانت الطريقه. ربنا يكون في عونك يا مريم. صحيح، هو مفيش اي اخبار عن زينب وعن حمزه ليه؟ انا اللي اعرفه لغايه دلوقتي ان زينب فتحت البيت بتاعها. اي حد يقرر ان هو يحارب الجيش الفرنسي زينب بترحب بيه وتمدهم بالطعام بالاسلحه، استخبوا عندها في البيت. انا سمعت كمان ان اللي بيتوفى من المحاربين المصريين بيدفنوا عندها في البيت، نوع من انواع ان محدش يستأذن بوسط الناس دي في الاخر دول مهربين مصريين. شفت زينب؟ زينب بتكون من اذكى واوفى الناس اللي في البلد. ربنا يكون في عونك يا رب. وبعد كده خرج فعلا الاحتلال الفرنسي من مصر، وفضل البيت ملك زينب حتى عام 1517 عند دخول العثمانيون الى مصر. من بعدها جه ناس كتير وسكنوا في البيت، وكل واحد فيهم كان بيضيف لمسة فنية ليه. في النهاية يعتبر بيت زينب خاتون نموذجا للعمارة المملوكية، وجمال البيت مش بس بيتمثل في الاساس وشكله، لكن في قصته وقد ايه البيت ده من سنين كتيرة فاتت كان مأوى للناس اللي حاربت ضد الاحتلال الفرنسي. يلا
ايه رايك في القصر؟ يا جاسم يا فزان.